ونبقى في فلسطين المحتلة، لكن هذه المرة في نابلس، حيث يعتبر اختيار طبق الإفطار لليوم الأول في رمضان من عادات الناس في الشهر الفضيل. أخضر أم أبيض؟ مراسل رؤيا في فلسطين تجول في المدينة ورصد آراء الناس. عندما تسأل الأمهات أو الزوجات في مدينة نابلس عن طبختهن في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، ستكون الإجابة مثل العادة: يا أبيض يا أخضر. من الطقوس المتعارف عليها في هذه المدينة أن يفتتح الصائمون اليوم الأول من رمضان بمأدبة إفطار قوامها الأبيض أو الأخضر، بمعنى أن يكون الطبق الرئيس على المائدة هو أبيض كاللبن ومشتقاته، أو أخضرا كالملوخية أو غيرها من الطبخات باللون الأخضر. ايش طابخين اول يوم برمضان؟ يا ملوخيه يا عكوب. مقلوبه. يلا ظروف خزين 5-10 متر بالجامع. جرت العاده عندنا في نابلس يا ابيض يا اخضر. بس اتوقع انه ابيض. طيب يعني شو ابيض بالضبط؟ يعني اشي يا اشي في لبن او زي الملوخيه الباميه. اما خلص احنا من احنا اولاد صغار عارفين في الموضوع يا ابيض يا أخضر، وبنستنى دائما أول رمضان لأنه يجي علينا ونشوف الحجاج شو بيطبخوا لنا وشو بيعملوا لنا. يعني بالمعظم أهل نابلس، بس يعني بيتفائلوا لأنه الأبيض هو رمز جيد والأخضر رمز جيد، فبيتفائلوا بالشهر كله، فعشان هيك بياخذوا أخضر أبيض بس. شو طبخين أول يوم برمضان حجة؟ لبن إن شاء الله. ليش لبن؟ بيقولوا في فلسطين دائما يا ابيض يا اخضر اول يوم، ليش يا ابيض يا اخضر؟ يعني لبن تظل حياتنا ان شاء الله بيضاء وحياتكم الجميع، وبنوخيه عشان تظل حياتنا خضراء. وشهر رمضان برضه اللبن احنا بنطبخ اول يوم رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل نعمه يوكل منها يقول اللهم ادمها من نعمي واحفظها من زوال وارزقنا خيرا منها، الا اللبن كان يقول اللهم ادمها من نعمي واحفظها من زوال وارزقنا اياها. إذن هي عادة توارثها أهالي هذه المدينة عن آبائهم وأجدادهم، الذين كانوا يعتقدون بأن افتتاح الشهر الفضيل باللون الأبيض يرتبط بالأمل بحياة نقية بيضاء ملؤها المحبة، أما الطعام باللون الأخضر فيرتبط بحياة خضراء جميلة سهلة وميسرة. من مدينة نابلس المحتلة، حافظ أبو صبرا، رؤيا.